اول خبر معانا النهارده في كلام في الجمال حاجه طبيعيه جدا، الموز. الموز من ضمن الحاجات اللي ناس كتيره جدا بتحبها ان هي بتاكلها، بس اللي انتوا ما تعرفوهوش ان الموز ده فيه فوائد كتيره جدا 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 لو اتعمل بيه ماسك على البشره. من ضمن الفوائد اللي فيه، فيه البوتاسيوم، فيه المغنيسيوم، فيه الزنك، فيه فيتامين بي، فيتامين سي، فيتامين اي، فيه حاجات كتيره جدا. زي ما انتوا شايفين ماسك الموز دلوقتي طالع على الشاشه. خليني اقول لكم كل حاجه بتعملها الموز بتعملها ازاي وفيها ايه. خليني نتكلم على واحده واحده. مثلا البوتاسيوم بيعمل ايه؟ بيرطب البشره بشكل غير طبيعي. فيتامين اي مقاوم للتجاعيد. الناس بقى اللي معاها ورقه وقلم تبتدي تجهز نفسها علشان احنا قدامنا نصايح اهي على الشاشه. هقول تاني، البوتاسيوم بيطري جدا البشره، فيتامين اي مقاوم للتجاعيد، فيتامين سي بيزود او بيحفز جدا جدا الكولاجين اللي بيبقى موجود في البشره فبيزودها اكتر، فبالتالي بتبقى البشره مشدوده اكتر. الزنك بيعمل ايه؟ الزنك عارف مكانه. طول عمري بقول ان الزنك عارف مكانه، ان هو بيروح يقاوم الحبوب. اما في خصوص الاحماض الدهنيه او الامينو اسيدز، بتقوي جدا جدا الانسجه وبتخلي البشره مشدوده والبشره كويسه. ازاي نقدر نعمل الموز؟ اسهل حاجه نقدر نعملها في الموز بتاعنا ان احنا بنجيب موزه وبنهرسها كويس جدا 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 لحد ما بتبقى عامله زي البيوريه او بتبقى موزه مهروسه. باخدها وببتدي احطها ماسك على البشره لمده دقيقتين ثلاثة. والنبي يا جماعة عشان خاطري بلاش تفتوا وتحطوها كتير قوي، لأن الموز بيسود أو بيتأكسد بسرعة جدا، فبنحطه من دقيقتين لثلاثة. يبقى اللي بيعمل ماسك الموز بيعمل إيه؟ بيعمل ماسك فيه فيتامين بي وإي وسي وزنك وأحماض دهنية وبوتاسيوم ومغنيسيوم، وبيخلي البشرة تحفة، واسمه أنتي رينكل فايتر، أو من أكتر الحاجات اللي بتقاوم أو بتحافظ على البشرة من التجاعيد.